رايك في اداء المنتخب وتفتكر الاداء ده يوصلنا للنهائي ولا لا؟ لا هو ده ضعيف، ما افتكرش لو وصلنا للنهائي. وبصراحة الاداء انا شايفه سيء مش كويس، مفيش غير اتنين لعيبه بس هما اللي بيلعبوا، المنتخب كله محدش فيهم عارف يلعب كويس. يعني اقل حاجه السرو اللي بيتعمل طويل على طول، مفيش حاجه بتبقى مظبوطه، وما صراحه ما اقترحش ان احنا نوصل الدور الثمانية حتى. هو اداء سيء جدا الصراحه، وما كناش متوقعين الاداء ده من المنتخب خالص، يعني كنا متوقعين اداء افضل من كده. بس هم هيوصلوا بس اول ما يقابلوا منتخب مثلا بيلعب على الفاولات او بيلعب على اي حاجه هيروحوا في داهيه خالص. يعني انا شايف ان الاداء لو اتطور مع الفرقه الكبيره ممكن ناخد البطوله، لكن لو فضلنا على هذا المستوى لا، انا شايف ان ممكن نخرج من دور الستاشر او من دور الثمانية. اخرنا دور الثمانية، اخرنا حتقابلنا السنغال او تونس او المغرب او الجزائر وبرع لكده. ممكن يبقى في صعوبة لو قابلنا اي فرقة قوية شوية مثلا زي الكاميرون، عشان دي بقينا نازلة حلوة قوي السنة دي، هي ونيجيريا برضه. سيء للغاية، خط الوسط مش موجود، الدفاع مفيش لسه برضك، لسه بدري، لسه عشان يفوقوا عايزين ماتشين كمان، ماتشين كمان انت داخل في دور 16 صعب. انا باكد ان المنتخب اللي وصل هياخد البطوله.